ماذا ينتظر المعلم؟ لأن الوقت يعني داهمني. نحن لدينا فقرة قانونية في قانون حماية المعلم، نعم، الارتقاء بالمستوى المعاش، وهذا صادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وبالواقع المنشور بالواقع العراقية. والآن جاهز القانون كيف نسعى إلى زيادة المعاش، المستوى المعاش للمعلمين العراقيين. طبعا القرار حكومة إن شاء الله. إن شاء الله نأمل التوفيق لكم جميعا.